حديث وتعليق عن الموضوع الدكتورة فيفيان وهبي استشارية تغذية تنضم لنا الآن عبر الهاتف من جدة. دكتورة فيفيان مساء الخير، أهلا بك معنا. قبل قليل عرضنا التقرير، التقرير تحدث عن الأطعمة أو الأغذية الصحية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، هي التي تساعد أو تحمي الجسم من عدم الإصابة بالسرطان. يعني تعليقك على هذا التقرير وإضافاتك، ما هي هذه الأغذية من خلال المعلومات المتوفرة لديك التي يمكن فعلا أن تكون هناك تعطي للجسم مناعة أو حماية ضد السرطان؟ هلأ في أغذية أكيد كتير مهمة للوقاية من أمراض السرطانية، وخاصة مثلا الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، وهي كتير غنية، موجودة بالخضار بالفاكهة، موجودة بالغذاء. أكيد لازم يكون غذائنا شامل ومتنوع لنحن يحمينا من الأمراض السرطانية، ونبتعد قد ما بنقدر عن المقليات والدهون والوجبات المصنعة اللي فيها ألوان مواد حافظة، قد ما بنقدر نبتعد عنها. مع كثرة التنوع بالخضار والفاكهة، مع كثرة التنوع بالأسماك وغناها بالأوميجا 3 والمواد المضادة للأكسدة، مع كثرة الأخذ حتى الشاي والشاي اللي بقلبه كمان مواد مضادة للأكسدة، والبهارات والتوابل، كل هاي بتقوي لنا المناعة وغناها بالمواد المضادة بتحمينا وبتحمينا من الأمراض السرطانية. الوقاية أكيد مهمة من طريق الغذاء، ونكون محافظين كمان على أسلوب غذائي صحي وحياتي صحية. طيب إذا ما تحدثنا عن نمط حياة، أنه الأسلوب الصحي أو الغذاء الصحي أن يصبح نمط حياة، كيف تقسمين لنا يعني شكل ربما الصحن الذي يجب أن يأخذه الشخص في كل وجبة؟ هو أهم شيء الصحن وطريقة تقسيمه. يعني نحن مثلا طريقة تقسيم هذا الصحن لازم يكون دايما عندنا يوميا من الخضار، بالإضافة لو فينا نعمل يعني نصه من الخضار وربعه بيكون من النشويات. النشويات معنا فيها الرز، معنا فيها البرغل، معنا مثلا الشوفان، والربع الأخير يكون من البروتينات من الدجاج واللحوم أو الأسماك. والزيوت اللي عم نستخدمها دائما تكون الزيوت الغير مشبعة، مثل زيت الزيتون، زيوت اللي يعني ما كثير تتعرض للحرارة، بالإضافة للمكسرات النية اللي كمان غنية بالمواد المهمة جدا للجسم، الزيوت الغير مشبعة اللي بتحمي القلب، بتحمي من الأمراض السرطانية، تكون باعتدال أكيد. طيب إذا ما ذكرتي لنا ربما لائحة سريعة بالأطعمة التي يمكن اتباعها لحماية الجسم من السرطان، يعني فيما يخص الفواكه والخضار وأيضا ربما المواد التي قلتي بأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، يعني إذا ما لديك قائمة سريعة دكتورة فيفيان. ممكن كل ما بنركز على الفيتامينات، يعني فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، هذه مواد كلها السيلينيوم كلها غنية، والمعادن مثل السيلينيوم كلها غنية بالمواد المضادة للأكسدة. يعني إذا بناخذ يوميا من حصتين لأربع حصص من الخضار المتنوع والملون، يعني البروكلي، الفلفل الرومي الأحمر، الأصفر، الأخضر، كل ما نوعنا الجزر، البيتا كاروتين، هذه كلها مواد مضادة للأكسدة، بالإضافة للفاكهة 3 إلى 5 حصص يوميا على الأقل، وكمان متنوعة، وقد ما بناخذ الفاكهة الموسمية بيكون أكيد أفضل، وبتكون غنية أكثر بالمواد المضادة للأكسدة وبالفيتامينات والمعادن المهمة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتورة فيفيان وهبي استشارية تغذية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة.